السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العاشرة التي نخصصها لمتابعة المساعي التي تقوم بها الأطراف المجتمعة في تونس لليوم للمضي قدما نحو تنفيذ الاتفاق السياسي بعد تعثره، ومساعدة الأجسام المنبثقة عنه لحل الإشكال الاقتصادي والأمني عبر توحيد كافة القوى المسلحة في جميع أنحاء تحت قيادة المجلس الرئاسي. فما أهم تمخض عنه أطراف الاجتماع في تونس لتجاوز التحدي الأمني ومسألة توحيد الجيش الليبي؟ ووفق أي رؤية يمكن توحيد الجيش الليبي؟ وما تداعيات عدم قدرة الأطراف المجتمعة توحيد الجيش الليبي؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، وعبر الهاتف من تونس رئيس حزب الجبهة الوطنية محمد عبد الله، عبر سكايب من روما الناشط السياسي محمد فؤاد، وعبر الهاتف من تونس الخبير الجيوستراتيجي غازي معله. أهلا بكم مجددا، ودعونا مشاهدينا وضيوفنا الكرام نذهب مباشرة لمتابعة هذا التقرير. ضمن المساعي التي تقوم بها الأطراف المجتمعة في تونس اليوم الثاني على التوالي للدفع بالعملية السياسية في ليبيا بعد تعثر الاتفاق السياسي، يسعى أعضاء لجنة الحوار السياسي والمجلس الرئاسي والأطراف الدولية الراعية للحوار إلى حث الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي لتحمل مسؤولياتها نحو حلحلة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلى جانب إيجاد حلول للوضع الأمني وما تشهده البلاد من صراعات عسكرية، وذلك بتوحيد كافة القوى العسكرية تحت قيادة المجلس الرئاسي، وما يعد التحدي الأبرز الذي تواجهه رئاسة المجلس رغم إعلان أغلب القوى الفاعلة في غرب البلاد ووسطها تبعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في المجلس الرئاسي. يبقى الطرف الرافض هو خليفة حفتر الذي يحظى بدعم أطراف سياسية متمثلة في عدد من أعضاء مجلس النواب والذين يعقون منح الثقة لحكومة الوفاق، ما يعيق بدوره تنفيذ بنود الاتفاق السياسي. هذا ويرفض حفتر أيضا لقاء المبعوث الأممي الليبي مارتن كوبلر الذي أكد من تونس أن جميع مشاكل البلاد الحالية مرتبطة بالوضع الأمني، وأن حل الأزمة يبدأ بتشكيل جيش موحد، وما سيتم التطرق إليه في اجتماع الأطراف الأمنية الفاعلة خلال اليومين القادمين وفق ما ذكر كوبلر. فمن هي الأطراف الأمنية الفاعلة التي ستتمكن من توحيد الجيش الليبي، وما هي الرؤية التي من خلالها سيتحقق ذلك دون رفض أي طرف؟ إذا نبدأ نقاش بداية سيد عبد الله، يعني ما أهم ما تم التطرق إليه خلال هذه الاجتماعات، اجتماعات لجنة الحوار السياسي، فيما يخص الإشكال الأمني وجهود توحيد الجيش الليبي تحديدا؟ طيب، إذا إلى أن يجهز السيد عبد الله أذهب للسيد البكوش. سيد بكوش، إلى أي حد تعد مسألة توحيد الجيش والقوى المسلحة في ليبيا أولوية يجب التطرق إليها في هذه الاجتماعات بشكل عام؟ قضية الجيش والقوات المسلحة الليبية قضية مهمة جدا، ولا يمكن لأي دولة أن تنهض بدون إصلاح المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية برمتها، ولكن يجب أن نعترف بأنه ليس من اختصاصات لجنة الحوار أو أطراف الحوار التعامل مع هذه القضية. لجنة الحوار حددت صلاحياتها وما الذي يمكن أن تقوم به عن طريق المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تنص على أن لأطراف الحوار للجنة الحوار أن تلتئم بناء على طلب أحد الأطراف للنظر فيما يعتقد طيب أنه خرق جسيم للاتفاق. نعم، طيب، إذا 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 فقط نعتذر لرداءة الصوت من المصدر هنا. أذهب لي السيد معلى. سيد معلى، هل ترى أن الأطراف الداعمة للاتفاق إقليميا ودوليا يجب أن تضغط باتجاه توحيد القوى العسكرية؟ أكيد أن القوى الإقليمية والدولية هي دعمت الاتفاق السياسي، هي من دعت إلى هذا الاتفاق، هي من ساعدت الأطراف الليبية للوصول إلى هذا الاتفاق، وقدمت عندما وقع الأطراف الليبيون هذا الاتفاق دعمت وأعلنت أنها ستقدم كل الدعم السياسي والمادي واللوجستي والعسكري للدولة الليبية لأن توحد جهودها نحو مكافحة الإرهاب وتوحيد الدولة ما إلى ذلك.
لكن للأسف الشديد الآن نشاهد أن هناك تخلي عن هذه الالتزامات وتخلي عن كل ما هو مبادئ عامة تتفق عليها. الآن الدولة الليبية لم تشهد أي عمل جدي نحو توحيد الجيش الليبي، نحو توحيد الجهود السياسية، نحو توحيد الجهود الاقتصادية. لذلك الآن المجتمع الدولي بكل صراحة هو تخلى عن ليبيا، يعني كما تخلى عليها بعد 2011 بعد سقوط نظام الطاغية عمر القذافي، تخلى عليها الآن بعدما دعاها إلى الاتفاق السياسي ووعدها بكل هذه الوعود الرنانة. الآن لا نرى شيئا على الأرض، يعني هذا ليس باكتشاف، يعني كل أطراف الليبية وكل مواطن ليبي يشهد أن المجتمع الدولي لم يقدم أي شيء ملموس وفعال للدولة الليبية والمجلس الرئاسي وكل الأطراف الليبية الأخرى لتجميع الجهود ولتكوين جيش موحد لترميم الاقتصاد، لحل أزمة السيولة، لحل أزمة العملة. كل هذه المشاكل الحساسة التي يعيشها المجتمع الليبي، للأسف الشديد المجتمع الدولي لم يقدم ولا أي مجهود يذكر فيشكر. طيب سيد عبد الله، إذا كنت جاهزا، يعني ما أهم ما تم التطرق إليه خلال اجتماعات لجنة الحوار السياسي فيما يخص الإشكال الأمني وجهود توحيد الجيش الليبي تحديدا في هذه النقطة سيد عبد الله؟ نعم، تحية طيبة لكم ومساء الخير لحضرتك المشاهدين الكرام وضيوف. جلسات لجنة الحوار الوطني بالأمس واليوم يعني جزء منها كان مخصص للقاء مع مجلس الرئاسة اليوم منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من بعد الظهر. تطرقنا إلى كثير من الأشياء، بشكل أساسي تطرقنا إلى يعني العجز أو الفشل في تطبيق الاتفاق السياسي حتى الآن من قبل الأجسام الواردة والمنضفقة عن هذا الاتفاق السياسي، من بينها مجلس الرئاسة. تحدثنا أيضا حول ما هي آليات الخروج من المختنق السياسي اللي يواجهه الاتفاق نتيجة لتعثر مجلس النواب في القيام باستحقاقاته، وأيضا تعثر مجلس الرئاسة في تحقيق بعض التقدم والإنجاز في الكثير من الملفات وعلى رأسها موضوع الأمن والجيش الوطني اللي حضرتك تفضلت به. نحن لم نخوض في تفاصيل طبعا هذا الأمر، هذه الأمور التنفيذية هناك مؤسسات مختصة بهذا الأمر. نحن ركزنا على الأسباب التي أدت إلى فشل هذه الأجسام في تطبيق الاتفاق السياسي. لجنة الحوار تحتاج إلى، يعني خطابها كان واضح جدا لمجلس الرئاسة اليوم، أنها تحتاج إلى قرارات حاسمة تنتشر الوطن من أزماته، من بينها تنفيذ الترتيبات الأمنية حسب ما هو وارد في الاتفاق السياسي، ومن بينها بناء جيش ليبي موحد ومعالجة أزمات المعيشة مثل الكهرباء والسيولة النقدية في المصارف، بالإضافة إلى موضوع إعادة تصدير النفط وفك الاختناق اللي يواجه الاقتصاد الليبي وقوف يوم المواطن والشعب الليبي. لجنة الحوار أيضا يعني جددت دعمها لمجلس الرئاسة والاتفاق وأكدت على ذلك، ولكن في نفس الوقت أشارت إلى أن معالجة هذه الأزمة، يعني اللجنة مصرة للإعلان عن إخفاق المجلس الرئاسي في حال أننا لم نلاحظ نقلة نوعية في الأداء بالذات في هذه الملفات، ونحن سنضطر أن نعالج هذه الأزمة من تم البحث عن بدائل أخرى قادرة على حل هذه الأزمات، وأن في نهاية المطاف المرجعية والكلمة الفصل هي للشعب الليبي، وأن استمرار تدهور هذا الوضع المعيشي للمواطن الليبي. طيب سيد عبد الله، هل تضمنت إحاطة المبعوث الدولي مارتن كوبلر للأطراف المجتمعة أي مبادرة تهدف لتوحيد الجيش الليبي؟ نعم، قدمت مقترحات عدة من بينها موضوع متعلق بهيكلية القوات المسلحة، لكن هذا الأمر ليس من اختصاص لجنة الحوار، هناك اجتماع آخر سيبدأ غدا مع لجنة الترتيبات الأمنية بحضور مجلس الرئاسة. نحن كلجنة الحوار يعني طلعنا على بعض هذه المقترحات، لكن كما أشرت هذا ليس اختصاص لجنة الحوار، والاتفاق السياسي نص على يعني هيكلية محددة للترتيبات الأمنية، هناك يعني باب مفصل حول هذا الأمر، والاجتماعات ستبدأ يوم 18 غدا يعني.
لمدة يومين مع مجلس الرئاسة حول مناقشة هذه المقترحات ومقترحات أخرى قدمت من جهات. طيب حول هذا الاقتراح، يعني حول هذه الاقتراحات التي أشرت إليها، كيف كانت ردة الفعل؟ أنا كما أشرت لك سيدي فاضل أن هذه المقترحات قدمت لنا صورة منها، لم نتدرسها بتفصيل، يعني أنا شخصيا سلمتها مساء أمس فقط، لم نطلع عليها بتفصيل حتى الآن، لأن طول النهار نحن في الاجتماع مع مجلس الرئاسة ومع هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، وأيضا لدينا اجتماعات مع الحكومة، مع مجلس الرئاسة عفوا والمصرف المركزي، فلا أستطيع أن أعلق عن هذه المقترحات بتفصيل، لكن أيضا جهة الاختصاص المعنية بتدارس هذا الأمر وبلورة ردة الفعل حولها هي لجنة الترتيبات الأمنية. أنا طلعت يعني على جزء من الهيكلية المقترحات بالنسبة إلى القيادة العامة للجيش وبالنسبة لرئاسة الأركان وغيرها، أعتقد أن هناك تعقيد أكثر للإشكالية بدلا من تبسيط الأمر، وبدلا من أن نحن نخلق يعني جسم موحد يلملم القوى العسكرية المسلحة المختلفة في البلاد من أجل بناء نواة لجيش جديد، لجيش ليبي يمكن الحكومة من بسط سيطرتها على البلاد إلى آخره، أعتقد بعض المقترحات فيها تعقيد من أجل إرضاءات سياسية، ولكن أعتقد أن الناحية العسكرية ستفاقم الأزمة أكثر من أنها ستعالجها، ويعني هذه هذا انطباعي أنا شخصي الأول على ما أطلعت عليه. طيب سيد معلا، في ظل الدعم الإقليمي الذي يحظى به حفتر عسكريا وهو الرافض للانضمام لقيادة المجلس الرئاسي، هل يمثل هذا الدعم عائقا أمام أي جهود لتوحيد الجيش الليبي برأيك؟ أي دخل أجنبي لا يصب في الاتفاق السياسي أو لا يصب في توحيد الجيش الليبي أو لا يصب في توحيد الرؤى، أكيد هو يعيق توحيد الجيش الليبي. الواضح والأكيد أن الآن هناك دول إقليمية الآن تريد أن تدعم طرف على طرف آخر، وذاك منذ زمن بعيد، والآن أصبح الآن أمراً واقعاً، وبعد الاتفاق السياسي عديد من الأطراف رفضت التعاون مع هذا الاتفاق بطريقة عملية وبطريقة إيجابية، لذلك الآن نشاهد أن هناك رفض لكل المقترحات المقدمة وإصرار على أن يكون السيد خليفة حفتر هو القائد الأعلى للجيش، وهناك إصرار أيضا على أن يكون هناك رئيس البرلمان هو من القائد الأعلى، وهذا مناسب لكل الاتفاقات الموقعة في القرارات، لذلك أعتقد أنه الآن لابد من تنازلات من هذا طرف أو ذاك، لابد من إعادة النظر في هذا الاتفاق السياسي من ناحية البند الثامن، والدول الإقليمية في معظمها ليست متعاملة أو ليست متفاعلة إيجابيا مع هذا الاتفاق، وليست لها نظرة موحدة، يعني الموقف الجزائري متباين أساسا مع الموقف المصري، كذلك الموقف التونسي وموقف محايد أو موقف غير إيجابي، لذلك الوضع سيزداد سوءا إذا ما لم تتوحد الجهود الإقليمية أولا، ويسمح هناك هذه الجهود الإقليمية تساعد الجهود الدولية لتوحيد هذا الموقف. طيب سيد عبد الله، يعني برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى إخفاق المؤسسات الثلاثة التي انبثقت عن الاتفاق السياسي في إيجاد حلول للإشكالات الكثيرة، منها إشكال اقتصادي والأمني وأيضا مسألة توحيد الجيش الليبي؟ والله يعني الأسباب كثيرة، بعض منها متداخلة، بعض منها مرتبطة بمعطيات يعني مستجدة، الأحداث تتطور يوما بعد يوم. أعتقد أن أحد الأسباب هو العجز عن بلورة رؤية أو برنامج عمل موحد بين قيادات مجلس الرئاسة مثلا ومجلس النواب، لا توجد هناك رؤية موحدة، لا يوجد هناك اتفاق حتى على آلية العمل. على سبيل المثال يعني داخل مجلس الرئاسة حتى الآن من الناحية الإدارية هناك فوضى إدارية عارمة، لا توجد هناك ديوان لمجلس الرئاسة، لا يوجد هناك توثيق دقيق لآلية اتخاذ القرار ومحاضر الاجتماعات وغيرها. هذا مثال. أيضا بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي، مجلس الرئاسة حتى الآن لم يقدم مشروع
لا مشروع قانون ميزانية للسنة المالية بكامل ولا حتى ميزانية طوارئ أو ميزانية استثنائية تنظم أوجه الصرف لتنفيذ البرامج والخطوات العملية التي يسعى أن يطبقها. هذه أمثلة فقط يعني. فأعتقد أن هناك عجز في التنفيذ بسبب غياب هذه الرؤية وبسبب إخفاق اتخاذ إجراءات أو الالتزام بالإجراءات سواء المنصوص عليها في قوانين الدولة أو في الاتفاق السياسي، وعلى رأسها موضوع الترتيبات الأمنية ومعالجة الاختناق الاقتصادي اللي موجود في البلاد. طيب، ما هي الخطوات التي اتخذتموها لجعل الاتفاق أو لتنفيذ إنجاح تنفيذ الاتفاق السياسي برأيك سيد عبد الله؟ أول إنها لجنة حوار، نحن يعني اختصاصنا محصور في إطار يعني كرعاية الاتفاق السياسي، نحن لسنا سلطة تشريعية أو رقابية أو تنفيذية، نحن رعينا هذا الاتفاق السياسي حتى تم التوقيع عليه بغض النظر عن تفاوت في الآراء والاختلاف في وجهة النظر حول محتوى الاتفاق، ومن بينها الملحق الأول الذي تضمن أسماء مجلس الرئاسة، ولكن من باب التوافق والحرص على التمسك بهذا التوافق مضينا قدما في دعم هذا الاتفاق وسنستمر في ذلك. وفي حال أن رأينا أن لا يوجد هناك نقلة نوعية وتحسين في الأداء وبالذات في الملفات التي أشرت إليها، نحن كلجنة حوار سنكون يعني منعقدين بشكل دوري. طيب، إذن هل هناك اتجاه لتوسيع يعني صلاحياتكم كلجنة الحوار لأجل إنجاح هذا الاتفاق؟ لا، هو ليس توسيع صلاحيات، يعني نحن لا نملك أن نوسع صلاحيات أو أن نعدل في بنود الاتفاق كذا هكذا وخلاص، يعني فقط مرارا بشكل سريع نحن نحتاج إلى أن نتوافق حول فتح نص الاتفاق وتعديل مواد عينها وكذا، وهذا في حد ذاته يعني يأخذ وقت طويل جدا وليس أمر هين، ونسعى أن نتفادى ذلك إذا أمكن، لكن نحن سنسعى إلى القيام بالمهام اللي نحن مسؤولين عليها وهي رعاية هذا الاتفاق وفق المادة 64 عندما يكون هناك فروقات جسيمة في الاتفاق السياسي، وبدون شك حدث ذلك من قبل كل الأطراف، مجلس النواب ومجلس الرئاسة وغيرها ومجلس الدولة أيضا وغيرها من الجهات المسؤولة أو المنبثق عن هذا الاتفاق. فنحن سنستمر في القيام بهذا الدور، وهذا هو الدور الوحيد اللي موجود الآن للجنة الحوار. ليس لدينا صلاحيات أخرى تشريعية أو غيرها، ولا ونحن سنعمل على تفعيل وتحريك العجلة للمؤسسات هذه التي وردت في الاتفاق السياسي لكي تقوم بمهامها، وهذه هي الوحيدة اللي وجهة نظري ستحقق نجاح هذا الاتفاق بإذن الله. شكرا جزيلا لك سيد محمد عبد الله رئيس حزب الجبهة الوطنية عبر الهاتف من تونس حدثنا. سيد معلا، هل توحيد القوى المسلحة في ليبيا تحت قيادة المجلس الرئاسي ستكون ضمن إطار الاتفاق السياسي، أم أن هذه المسألة المثيرة للجدل تستوجب فتح المسودة من جديد؟ أعتقد أن هذا البند هو موقع عليه من طرف الأطراف الليبية، وهو بند أساسي في الاتفاق السياسي. يعني القوى المسلحة أو قوى الجيش والسلطة العليا للجيش هي ترجع حسب الاتفاق السياسي إلى المجلس الرئاسي. فإذا حاولنا أن نعيد هذه البنود إلى طاولة الحوار من جديد سنفتح كل البنود الأخرى حول الحوار. إذا أعتقد أنه لابد من العمل على تركيز هذا البند وتفعيل هذا البند من أجل توحيد الجهود. ولكن للأسف الشديد هناك أطراف ليبية وإقليمية رافضة لهذا البند وتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى تغيير هذا المعطى وإيجاد حلول جديدة. وللأسف الشديد أيضا أنه حتى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وعلى رأسها السيد مارتن كوبلر تكلم بوضوح أو بوضوح شديد جدا في القاهرة منذ أيام على جعل هذا البند قابل للتغيير، بمنطق أنه لا بد من هناك الجيش يقسم على ثلاث مناطق، وهناك المنطقة الشرقية ومنطقة الغربية ومنطقة الجنوبية ومجالس عسكرية، ويكون هناك مجلس عسكري
شبه رسمي يسير هذه المجالس. يعني بعبارة أخرى هناك نية لتمنيع أو تعويم هذا البند بجعل الأطراف السياسية الليبية ترضى بأشياء غير موقع عليها. أعتقد أنه الآن إذا لم يتفق الأطراف الليبيون على توحيد السلطة السياسية وإن تم توحيد السلطة العسكرية فيعني أن الاتفاق السياسي سيصبح ذا غير جدوى وسيصبح غير فعال. والأسف الشديد أنه الآن بعد أشهر من دخول السيد فيصل راجع لطرابلس وتوقيع الاتفاق السياسي الأمور تسير نحو تمنيع هذا الاتفاق وجعل هذا الاتفاق غير جدوى. والبنود الأساسية التي تحتويه هذا الاتفاق قابلة للتغيير وقابلة للتحويل ويعني ذلك أننا نسير نحو جولات أخرى عديدة انظر أن تستمر أشهر وأشهر وذلك يعني أننا لسنا في طريق طويل إلى الحل الجذري. طيب سيد البكوش، كنت قد سألتك إلى أي حد تعد مسألة توحيد الجيش والقوى المسلحة في ليبيا أولوية يجب التطرق إليها في مثل هذه الاجتماعات؟ أولا أعتقد أنه من المهم جدا أن نوضح أن المادة 64 من الاتفاق السياسي تنص على أنه لأطراف الحوار السياسي أن تجتمع استثناء للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم للاتفاق. هذه هي حدود مسؤوليات الذين يحضرون اجتماع تونس، وأي محاولة لإعطاء هذه المجموعة صلاحيات في تغيير الاتفاق السياسي أو تبني أشياء جديدة هذا يعتبر خرقا للاتفاق السياسي وسيسقط الاتفاق السياسي برمته. قضية الجيش هذه منصوص عليها في المادة 10 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن تشكل لجنة من المجلس الرئاسي ومن مجلس النواب ومن مجلس الدولة ومن مجلس الأمن القومي للنظر في تركيبة الجيش وصلاحياته وهيكليته. هذا ليس من اختصاص أطراف الحوار السياسي. أطراف الحوار السياسي يجب قبل أن تقوم بأي شيء أن تقوم بحل المعضلة الكبيرة وهي أن هذا الاتفاق السياسي مبني على توافقات بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب، وفي غياب مجلس النواب نرى أن لا نستطيع تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس المحكمة العليا، كما أننا لا نستطيع أن نعقد اجتماعات حول تركيبة الجيش وهيكليته كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي. وأيضا وربما هو المهم هو أن في مفاوضات الصخيرات رأينا، وأنا كنت أحد المفاوضين هناك، رأينا أنه من أهم الأشياء هي التعامل مع القضية الهيئة الدستورية. وعلى هذا الأساس قررنا بأنه يجب النظر في عمل الهيئة مع حلول 24 مارس أو شهر 3 من هذه السنة، وهذا تأخر. وعلى هذا الأساس وبما أن حكومة الوفاق تنتهي ولايتها في خلال حوالي 14 شهر من الآن، فنحن نواجه مشكلة خطيرة ولا يمكن حلها إلا عن طريق مجلس النواب ومجلس الدولة. وعلى هذا الأساس أعتقد أنه يجب التركيز على هذه النقاط وليس التركيز على نقاط هل الحكومة قدمت الخدمات هل لم تقدم الخدمات، لأن ذلك كله مرتبط بتوافق الأجسام الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي. طيب سيد فؤاد، هل ترى أن إيجاد صيغة للتوافق حول الإشكال الأمني يمهد لحل حالة كافة الإشكالات الأخرى؟ سيد فؤاد لم أستمع إلى السؤال. السلام عليكم. طيب سألتك ما إذا كنت ترى أن إيجاد صيغة للتوافق حول الإشكال الأمني يمهد لحل حالة كافة الإشكالات الأخرى. أولا السلام عليكم، تحية لك ولضيوفك الكرام. المقصود الآن بالإشكال الأمني، هل الإشكال الأمني نقصد به حفتر؟ إذا كان الموضوع هو حفتر وأن موضوع شخص تقف عليه دولة ليبيا كلها والشعب كله يعاني بسبب وجود شخص واحد، فأعتقد أننا ثرنا على معمر القذافي اللي هو أهم بكثير من حفتر وأقوى بكثير من حفتر.
ولله يحكم في ليبيا 42 سنة. فإذا كان هذا الشخص هو من يعرقل هذا الاتفاق فأعتقد أن هذا غير معقول. أما إن كانت هناك أسباب أخرى ولكنها تتغطى بوجود حفتر أو حفتر هو الواجهة هذه المشاكل فهذا موضوع آخر. أنا أعتقد أن كما قال السيد صلاح تماما، مشكلتنا الآن في مجلس النواب، عدم وجود مجلس النواب هو الأساس لحل كل المشاكل. إما على لجنة الحوار، إما أن يجتمع مجلس النواب من جديد ويستطيع السيد شعيب أو النائب الثالث أن يقوموا كما قام به المؤتمر باستبعاد الذين يعرقلون هذا انعقاد مجلس النواب، ويستطيعون أن يعقدون في أي مدينة أخرى في ليبيا، في طرابلس مثلا. نحن نعلم جيدا أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب موجودين في طرابلس، لماذا لا يجتمعون؟ يعني هذا هو السؤال الحقيقي. يعني إذا كان مجلس النواب لا يريد الاجتماع فأعتقد أن الحل الأمثل هو استبعاد هذا المجلس والبحث عن حلول أخرى. أما أن تبقى الدولة متوقفة بسبب عدم وجود مجلس نواب أو بسبب أن البعض يريد التمسك بشخصية واحدة ولتذهب ليبيا إلى الجحيم، فأعتقد أن هذا غير مقبول وغير منطقي. طيب يعني سيدة معلا، إذن كيف يعني كيف تراقب هذه الاجتماعات؟ يعني هل تأتي بشيء يمكن أن يصل إليه الليبيين اتفاق معين فيما يخص الإشكال الأمني وكذلك مسألة الجيش؟ أكيد أن المجتمع الليبي والمواطنين الليبيون ينتظرون من الاجتماع الآن الكثير والكثير، لكن للأسف الشديد أن هذه الاجتماعات أو هذه اللقاءات لم تفضي إلى غاية هذه الساعة بأشياء ملموسة، هي مجرد توصيات، لأن للأسف الشديد هذه لجنة الحوار ليست لها سلطة تنفيذية ولا سلطة تشريعية، هي مجرد سلطة استشارية ولجنة داعمة لهذا الاتفاق السياسي. أعتقد أنه لابد من تغيير الصلاحيات لهذه اللجنة وإعطائها أكثر صلاحيات إلزامية لجميع الأطراف حتى تصبح لها دور، لكن أن يكون الكلام هو حبر على ورق وتوصيات مكتوبة وبيانات صحفية، وشاهدنا هذا بعد اتفاق 17 مارس 2016 السنة الحالية، عندما اجتمع لجنة الحوار وقدمت التوصيات اللازمة للبرلمان للاجتماع والتصويت على الحكومة، ولكن للأسف الشديد من ذاك الحين لم يجتمع البرلمان في جلسة علنية وقدمت هذه الحكومة للتصويت. إذا كل هذه التوصيات مع السياسية منها والأمنية والعسكرية منها أعتقد ستبقى حبرا على ورق، ما لم يقدم المجتمع الدولي والأطراف الليبيون المجتمعون الصلاحيات التنفيذية والإلزامية لهذه اللجنة، لأنه للأسف الشديد هذه اللجنة أيضا تشهد عديد من الطعون في من يكونها وفي في 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 قراراتها. الكثير يدعي انه من يمثل المؤتمر او عفوا من يمثل البرلمان هم فعلا لا يمثلون، وكثير من يدعي ان المستقلون في هذه اللجنه لا يمثلون الكثير او يريدون توسيع هذه اللجنه. الخلاصه انه هذه اللجنه اجتماعاتها مهمه سياسيا اكيد، لكن فعليا وعمليا تبقى ضعيفه وضعيفه جدا وبعيده عن كل الواقع الليبي. طيب سيد باكوش، يعني هل مساله توحيد الجيش الليبي امر ممكن فيها في الظرف الراهن؟ لا يمكن الاتفاق السياسي ينص على آليات خلق هذا الجيش وتفعيله وتشكيله، ولكن هذا يتطلب وجود الجسم الثالث إلى جانب المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وهو مجلس النواب. الاتفاق السياسي يعطي مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس الرئاسي صلاحيات بهذا الخصوص. جميع ما نوقش في تونس هو من صلاحيات الأجسام المنبثقة الثلاث، ولكن هذا يثير في بعض الأحيان يثير شكوك في أن أعضاء لجنة الحوار يريدون التمديد لنفسهم عن طريق عدم التعامل مع المشكلة الرئيسية وهي انعدام وجود
مجلس النواب، هناك النائب الأول والنائب الثاني والناطق الرسمي باسم مجلس النواب، يجب التحدث إليهم إلى هل هم يمثلون مجلس النواب، وعلى هذا الأساس يمكنهم الاجتماع مع المجلس الرئاسي ومع مجلس الدولة لحل مشكلة الجيش كما نص عليه الاتفاق، وحل مشكلة الهيئة الدستورية كما نص عليه الاتفاق، وتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي والنائب العام ورئيس المحكمة العليا كما نص عليه الاتفاق. ولكن أن تجلس هذه المجموعة في تونس، يعني كما قال ضيفك منذ قليل، يعني ليس لها أي صلاحيات ولا يمكن إعطائها صلاحيات، لأن هناك مادة في الاتفاق السياسي تعطي صلاحيات للجنة مكونة من عضوين من مجلس النواب وعضوين من مجلس الدولة وبرئاسة مستشار من المحكمة العليا، تتخذ قراراتها بخصوص أي مخالفات الاتفاق السياسي خلال 14 يوما، وقراراتها ملزمة ونهائية، ولا يمكن إعطاء صلاحيات أخرى للجنة الحوار إلا بفتح المسودة وتعديلها وأعطاء لجنة الحوار صلاحيات، وهذا لا يمكن لأن سينهار الاتفاق السياسي تماما. طيب سيد معلا، يعني وفق أي رؤية يمكن توحيد القوى العسكرية في كافة ليبيا برأيك؟ نعم سيد معلا، إذا كنت في الاستماع سألتك وفق أي رؤية يمكن توحيد القوى العسكرية في كافة ليبيا؟ أكيد أن توحيد القوى العسكرية في ليبيا أمر مهم جدا، وخاصة في هذه اللحظة الحساسة في مكافحة الإرهاب، لكن الرؤية لابد أن تكون سياسية، لابد أن يكون هناك وجهة سياسية موحدة. العقيدة العسكرية هي توحد الجيش، وليس القوة وليس الأسماء وليس الرتب. العقيدة العسكرية التي يتبناها الجسم السياسي الذي يسير الدولة والذي يعطي الشرعية لهذه القوة العسكرية التي تكلف بتوحيد الجيش. للأسف الشديد هناك صراع الآن، وهذا يعرفه القاسي والداني في ليبيا، ما بين القوة السياسية التي تسير البلاد أي المجلس الرئاسي والجسم الموالي له في طرابلس أي مجلس الدولة، وهناك صراع شديد مع القوى العسكرية أو من يدعي أنه هو القوى القائد الأعلى للجيش مع البرلمان، وهذا الصراع لم ينتهي لحد هذه الساعة، والاتفاق السياسي لم يقدم شيئا فعليا لتطوير هذه الاتفاقيات. لذلك الآن الانقسام هو سياسي بدأ، لكن هو عسكري بالأساس، وأكبر دليل على ذلك العمليات التي تقوم بها عملية البداية المصير ضد ترك. هناك القوى التي اتجهت إلى ترك في محاربة داعش هي قوى ذات اتجاه جغرافي سياسي، قلها ماذا ما شئت، لكن القوى الأخرى التي أدعت أنها هي تحارب الإرهاب وأنها ذاهبة إلى ترك خلال أيام، هي تخلت عن ذلك لأسباب أمنية عسكرية، لكن لأسباب سياسية. عدم اتفاق على العقيدة العسكرية الأولى والأهداف الأولى لأعداء الدولة الليبية وهم الإرهاب أولا ثم الجهات الباقي، مع عدم الاتفاق على هذا ثم على عدم الاتفاق من هو الإرهابي، ما هي هوية الإرهاب في ليبيا، أيضا يعطل الأمور ويجعل القيادة العسكرية في واد والقيادة السياسية في واد آخر، وهذا ما يعطل الأمور ويعكر الأمور ويجعل كل هذه الحوارات هي عبثية، لأن الأمور أعمق من ذلك، تطلب حلها أشياء أخرى غير الحديث حول الطاولات في الفنادق الخمسة نجوم. طيب سيد فؤاد، يعني هناك مقترح تقدم به المبعوث الأممي مارتن كوبلر، يعني يضع في المستوى الأول من الهيكل يعني لقوات مصراتة وما أسماها الجيش الوطني الليبي، وربما يقصد هنا قوات حفتر، كيف تعلق على هذه الهيكلية؟ هو أنا غير متأكد حقيقة أن السيد كوبلر قدم هذه الهيكلية، يعني هناك في بعض الناس ينكر هذا، ولكن بغض النظر عن هذا، يعني هيكلية الجيش هي مسؤولية مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة.
يعني المسودة واضحة في هذا الأمر، أن القانون الهيكلية الجيش هو مسؤولية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. الآن كما قلنا نعيد نفس الكلام، يعني المشكل طيب، ولكن ما إلى ماذا تشير هذه الهيكلية برأيك؟ يعني هو يحاول إيجاد توافق ما بين القوات في الغرب الليبي وقوات الشرق الليبي، أو بأحرى الثوار في منطقة الغرب وقوات حفتر الموجودة في الشرق، يحاول إيجاد حل بيناتهم، يعني حل وسط، ولكن هذا لن يصل بنا إلى أي حل. إذا كان السيد كوبلا أو غيره يريدون حل هذه المشكلة، عليهم حل المشكلة الأساسية. يعني لماذا اللف والدوران؟ المشكلة الأساسية هو مجلس النواب، عدم وجود مجلس النواب. إما أن تفتح المسودة بإلغاء مجلس النواب، أو أن نعود للمربع الأول. يعني الكلام أصبح غير محتمل، يعني الناس العادية في ليبيا، في الشارع الليبي لا يفهم ما يحدث. يعني كأننا نبدأ القصة من أول، يعني كان هناك المؤتمر الوطني وهناك البرلمان. المؤتمر الوطني غير معترف به والبرلمان معترف به، ولكن المؤتمر الوطني البرلمان لا يسيطر على الأرض، والمؤتمر الوطني هو الذي يسيطر على الأرض. تم الاتفاق للوصول إلى حل، ما حل وسط. صحيح أن الحل كان متحيزا أكثر للبرلمان، ولكن كان المؤتمر الوطني قبل بهذا الاتفاق للخروج من الأزمة. الآن ما نشاهده أن المؤتمر الوطني قام بكل ما هو عليه، وأسس المجلس الأعلى للدولة، واستلم المجلس الرئاسي الحكم في طرابلس، ومجلس النواب غير موجود. أي حديث عن أي مواضيع أخرى هو إضاعة للوقت. الآن لدينا اتفاق سياسي ومفصل وواضح، وكل شيء وكل جسم من هذه الأجسام الثلاثة لديه صلاحيات واضحة ومحددة. فيه أحد هذه من هذه الأجسام وهو مجلس النواب لا يريد أن يمارس صلاحياته، بل هو غير موجود، بل هو لم يجتمع منذ أكثر من سنة، يعني بغض النظر عن بعض الاجتماعات اللي عقدها في أثناء فترة الحوار السياسي. الآن ماذا على الليبيين أن يفعلوا؟ يعني طوابير أمام المصارف، المشكل الأمني كل يوم يزيد، الدولار سعر الدولار وصل 5 دينار ليبي، ولا يستطيع أحد أن يتخذ أي قرارات بسبب أن هناك مجلس يسمى مجلس النواب غير موجود على الأرض. هل ننتظر مجلس النواب هذا إلى ما لا نهاية، أو أن يجب علينا إيجاد حل حقيقي لهذه المشكلة؟ وخصوصا إن في أعضاء من مجلس النواب، أعضاء في لجنة الحوار مثل السيد شعيب، يعني يأتي بكل معلش، يعني لا أريد أن أستخدم كلمة يعني قبيحة، ويأتي ويتحدث عن حلول المشاكل البلد. نعم. السيد شعيب لماذا لا تدعو مجلس النواب للانعقاد في طرابلس؟ إذا طيب. كنتم غير أهل فعلا لهذا الأمر فلتستقيلوا. أما أن يستمر هذه المعاناة والشعب يستمر في المعاناة بسبب أن هناك مجموعة من الأعضاء موجودة في شرم الشيخ وموجودة في القاهرة ولا يهمها شيء إلا مصالحها الشخصية، فأعتقد أن هذا غير مقبول. طيب. وغير مقبول. طيب وصلت الفكرة. سيد البكوش، يعني تحدث كوبلر عن رفض حفتر لمقابلته، إذا ما صحت الهيكلية التي قدمها المبعوث الأممي مارتن كوبلر، هل من المحتمل أن يرفض حفتر ما ورد في هذه الهيكلية إن صحت؟ نعم، لو سمحت، أعتقد أنه من المهم جدا قبل أن أجيب على هذا أن أعلق على نقطة مهمة جدا وذكرها الدكتور محمد فؤاد في نهاية مداخلته، وهي حول مجلس النواب والسيد شعيب. تلاحظون من الصور أن السيد كوبلر يجلس في المنتصف، وعلى يمينه السيد معزب والسيد صالح مخزوم النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، وعلى يساره يجلس السيد شعيب والسيد همة النائب الأول والنائب الثاني لمجلس النواب. السيد معزب والسيد المخزوم يمثلان مجلس الدولة، وأتيا من المؤتمر الوطني العام، ومؤتمر الوطني العام عقد جلسة بأغلبية أعضائه وقرر التحول حسب الاتفاق السياسي وتحقيق ذلك الاستحقاق وتحول إلى مجلس الدولة. أما السيد شعيب والسيد همة جالسان هناك يمثلان من؟ إذا كان يمثلان مجلس النواب، إذن عليهما أن يعقدا اجتماعا للأغلبية التي معهم وشاهدناها على الشاشات لإعلان أن هذا هو مجلس النواب، ومن ثم يمكنهما الاجتماع مع مجلس الدولة وحل جميع هذه المشاكل طبقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
الاتفاق السياسي يقول كما ذكرت سابقا أن لمجلس الدولة ومجلس النواب ومجلس الرئاسي أن يصدرا قانونا خلال 3 أشهر من بدء عمل الحكومة لتحديد هيكلية الجيش وقياداته ومستوياته وصلاحياته. فلماذا لا يقوم السيد شعيب والسيد همة لم يستطعا التقدم بمبادرة وإعلان أنهم يمثلان مجلس النواب وأن هناك أغلبية معهم كما قام أعضاء مجلس الدولة بذلك؟ ولكن عودة على السؤال حفتر، كوبلر أعاد ما قاله السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت في إفادته أمام مجلس اللوردات في 6 من هذا الشهر، والذي قال فيه أن هناك نقاش حول إنشاء مجلس عسكري بدل قائد عسكري على غرار المجلس الرئاسي، كما أننا لم نخلق رئيس للدولة بل خلقنا مجلس رئاسي، لماذا لا نخلق مجلس عسكري لقيادة الجيش؟ وهذا هو الحوار أو الفكرة المطروحة، ولكنها لا أعتقد أنها تقدمت إلى الأمام كثيرا، إذ أن حفتر بطبيعة الحال يريد أن يكون العالم كله يدور حوله، ويريد أن يكون هو القائد العام والقائد الأعلى في نفس الوقت. طيب إذن سيد بكوش، كيف تفهم رفض الأطراف الممثلة لأطراف الحوار الموجودة بلجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب لعقد أية أو للوصول بإنجاح الاتفاق السياسي من خلال عقد هذه الاجتماعات؟ كما قال ضيوفك أعتقد نتفق جميعا على أن لجنة الحوار ليس من صلاحياتها الكثير، صلاحياتها هي النظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم للاتفاق بناء وتجتمع بناء على طلب أحد الأطراف. نحن لا نعرف حتى الآن من هم أعضاء هذه اللجنة وعلى أي أساس اختيروا، لأن هناك أعضاء جدد لاحظناهم في الاجتماع، ولا ندري ما هي مهامها بالضبط ومن دعا لهذا الاجتماع. الاتفاق السياسي ينص على أن أحد الأطراف تدعو إلى الاجتماع بناء على ما تعتقد أنه خرق جسيم للاتفاق، ولكننا أصبحنا وكأننا نتحدث عن مجموعة سرية تجتمع لا نعرف أعضاءها ولا ما هي قراراتها ولا ما ولا على أي أساس تجتمع. طيب سيد معلا، ما النتائج أو الأثار التي تترتب إلى جانب عدم يعني إشراك كل القوى السياسية كانت أو حتى الأمنية في مسألة توحيد الجيش؟ سيد معلا، سألتك ما إذا كانت هناك تداعيات لعدم إشراك كل الأطراف العسكرية في مسألة توحيد الجيش؟ طيب فيما يبدو أن السيد معلا لا يستمع إلينا. سيد فؤاد، أنقل إليك نفس التساؤل، هل ترى أن هناك ربما تداعيات لعدم إشراك كل القوى العسكرية في مسألة توحيد الجيش؟ هو حكاية حتى كل القوى العسكرية هذه نقطة يعني مهمة جدا، من هي كل القوى العسكرية؟ المفروض أن المجلس الرئاسي الآن هو القائد الأعلى للجيش، والمفروض أن المجلس الرئاسي وبالتعاون مع البرلمان والمؤتمر يصدر قرار هيكلة الجيش، وبعدين اللي من أراد أن ينضم لهذا الجيش فهو شرعي، ومن رفض كما يرفض الآن السيد حفتر فهو غير شرعي. الأمر واضح وبسيط جدا وسهل يعني. هذا إذا أردنا أن السير قدما إلى الأمام. أما محاولة إرضاء جميع الأطراف وإرضاء هذا وإرضاء ذاك بالطريقة هذه، لماذا لا يتم استدعاء وسام بن حميد مثلا وزياد بلعم حتى هما قوة عسكرية وقوة مؤثرة في الثورة، لماذا لم يتم استدعائها حتى هي لتكون جزء من الجيش؟ طيب يعني المقترح الذي تقدم بها المبعوث الأممي سيد فؤاد تحدث عن قوات مصراتة وعن ما سماها بقوات الجيش الليبي، لربما يقصد به قوات حفتر، ولكن لم يتحدث عن قوات سرايا الدفاع عن بنغازي أو تحرير جدابية أو حتى قوات درنة. ما هو كما قلنا يعني الموضوع موضوع ما قدمه كوبلر هذا غير واضح يعني.
لا استطيع ان اؤكد ان حتى كوبلر قدم هذا المقترح بصفه رسميه. قد يكون هناك حديث ما بين الاطراف حول هذا الموضوع، محاوله انشاء مجلس عسكري، هو المحاوله الاساسيه لانشاء مجلس عسكري او مجالس عسكريه، يعني مجلس عسكري يخص الجنوب ومجلس عسكري يخص طرابلس ومجلس عسكري يخص برقة. هذا هو المقترح اللي يدور في الساحه الان، وهذا طبعا غير ممكن حقيقة، لأن الجيش لابد أن يكون مؤسسة واحدة، يعني حتى في الدول الكونفدرالية وليس الفدرالية الجيش مؤسسة واحدة تخضع لقيادة واحدة، وإلا فإننا نكون ميليشيات جهوية سيؤدي بنا هذا إلى الانقسام، يعني فورا انقسام البلاد عاجلا أم آجلا. فلا أعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يسير قدما إلى الأمام. المقترح الوحيد الممكن هو تشكيل جيش واحد بقيادة موحدة، ومن أراد أن يلتحق إلى الجيش فعليه أن يلتزم بتسلسل الأوامر في هذه القوات في هذا الجيش كأي قوة عسكرية في العالم، ومن لم يلتزم بتسلسل الأوامر أو فهذا يعتبر متمرد ويجب محاربته وقتاله، يعني لا يوجد حل آخر. من يحمل السلاح ضد الدولة يجب محاربته وليس التفاوض معه. طيب سيد البكوش، كيف تتعامل الأطراف السياسية مع قوى الثوار في الاتفاق السياسي؟ الاتفاق السياسي هناك تفاصيل كثيرة في الاتفاق السياسي حول تكوين الجيش. دعني أولا أبدأ بما تنص عليه المادة العاشرة وهي مهمة، تقول تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز شهري 3 أشهر من تاريخ بدء عملها. حكومة الوفاق لم تستطع ومجلس الدولة موجودين ولكن لم يستطيعا تفعيل هذه المادة لأن مجلس النواب غائب، فلا تستطيع أن تستبدل هذه 3 أجسام بما يسمى بلجنة الحوار في تونس. فعلى هذا الأساس الأولوية يجب أن تكون للتعامل مع قصة غياب مجلس النواب وعدم تطبيقه للاستحقاقات المطلوبة منه. عند ذلك يمكن حلحلة جميع هذه المواضيع. في الاتفاق السياسي تتعامل لا تحدد أن هناك جيش ليبي، تتحدث عن جيش ليبي مكون من ضباط وضباط صف وجنود، وعلى هذا الأساس تتحدث عن تشكيلات مسلحة جميعها وممكنية انخراطها في الجيش الليبي حسب مواصفات معينة، وعلى هذا الأساس يبنى جيش ليبي. والجيش الليبي لا يتعامل مع المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية. وبهذا الصدد هناك اجتماع يوم غد سيحضره حوالي 40 من قادة تشكيلات مسلحة في ليبيا من الغرب والشرق والجنوب. سيتغيب حفتر لأنه لا يعتقد أن هذا من مستواه ويريد أن ينظم الجيش لوحده، ولكن هذه المسألة تنتظر مجلس الدولة ومجلس النواب والحكومة الوفاق، وعلى هذا الأساس جميع هذه الاستحقاقات تعتمد على الضغط على مجلس النواب لكي يدخل العملية السياسية. طيب إذن ما الذي يعنيه بما وصفه السيد كوبلر بالقوى الفاعلة سيد بكوش؟ القوى الفاعلة الآن في ليبيا، هناك على سبيل المثال، خلينا نقول لك على سبيل المثال، هناك حديث الآن بأن السيد نوري أبو سهمين والسيد خليفة الغويل ومن معهم تفتق ذهنهم الخلاق عن ربما إعلان تسليم السلطة لما يسمونه مجلس الثوار، وهذه إشكاليات أخرى تعقد المشهد. ولكن هناك قوة فاعلة، هناك تشكيلات عديدة كما نعرف، وهناك تشكيلات تشكلت قبل إبان الثورة، وهناك تشكيلات شكلت بعد التحرير وما إلى ذلك. ولكن القوة الفاعلة على الأرض الآن معروفة وربما تتكون من 4 أو 5 قوى على الساحة الليبية، وهناك تشكيلات أخرى ربما يمكن الجلوس معها والوصول إلى توافق،
ولكن هذا يأتي عبر الآليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. طيب القوات حفتر تعتبر من ضمن هذه القوى الفاعلة التي ستجتمع بتونس؟ بالمطلق حفتر شئنا أم أبينا يعتبر قوة عسكرية فاعلة في ليبيا، ولكنه لن يحضر الاجتماع وتخلف عنه، كما أنه لا يريد أن يقابل المبعوث الأممي ولا يريد ويضغط على البرلمان لعدم الانخراط في العملية السياسية. وهكذا فهو يعتبر أحد المعرقلين الأساسيين للاتفاق السياسي بدعم مصري إماراتي. طيب سيد فؤاد، ما انعكاس تجاهل وغياب قوى الثوار سواء من الأطراف السياسية أو حتى تصنيفها ومحاربتها من قبل أطراف إقليمية أو دولية؟ يعني لن يتم السلام في ليبيا إلا بجمع جميع الأطراف التي تقبل وجود حكومة واحدة تسيطر على الدولة. يعني تصنيف القوات الثوار أو القوات المسلحة يجب أن يتم على أساس واحد، وهو القبول بالدولة. من يقبل الدولة، من يقبل وجود حكومة حقيقية، هذا يعتبر في صف الدولة، وهذا يمكن ضمه للقوات المسلحة الليبية المزمع إنشائها. كل من يرفض الانخراط تحت سيطرة الدولة ويريد أن يحافظ على سلاحه بمعزل عن تسلسل القيادة، فهذا المفروض أن يعتبر متمرد، يجب اتخاذ القرارات المناسبة ضد هذا التمرد. هذا في أي دولة طبيعية في العالم، صحيح نحن في وضع الآن غير طبيعي، ولكن من غير المقبول أن يتم ابتزاز الحكومة تلو الحكومة من قبل قوات مسلحة لا تخضع للشرعية. وهذا ما كنا نطالب به، يعني كنا نطالب اليوم في لجنة الحوار هو حصر المعرقلين للاتفاق وتسليم أسماءهم لمجلس الأمن أو للمبعوث الدولي ليتم تخديمهم لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضدهم. هذا هو المطلوب من لجنة الحوار. من يعرقل؟ يعني المفروض اليوم كان على لجنة الحوار أن تحدد لنا لماذا لا يطبق الاتفاق، ومن هم الأشخاص والكيانات التي تعرقل الاتفاق حتى يتم التعامل معه. هذا هو المطلوب. أما كل النقاش حول ما يحدث هو في الحقيقة نقاش لا فائدة منه، لأن كما قلنا لجنة الحوار لا تملك صلاحية. طيب الاتفاق السياسي متوقف بسبب عدم وجود مجلس النواب. الوضع الأمني متوقف بسبب وجود قوة موجودة في الشرق الليبي ترفض الانصياع لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو المجلس الرئاسي. هذه هي المشاكل الموجودة عندنا، واللي المفروض الناس العادية تعرفها. يعني الخطاب المفروض يكون وجه للشعب أو للناس العادية التي لا تفهم ما يحدث الآن. لماذا كل هذا؟ لماذا هذا الجمود؟ طيب. وصلت الفكرة سيد فؤاد. سيد البكوش، أسألك هنا، يعني من خلال مؤتمر صحفي للسيد المجبري عضو المجلس الرئاسي، تحدث فيه عن أن أو طالب فيه بالأحرى قوات سرايا الدفاع عن بنغازي بالعودة، واعتبر تحركاتها بأنها تحركات عدوانية في غير شرعية، اعتبرها بأنها تحركات غير شرعية، في ظل أن قوات حفتر تقصف من خلال غاراتها الجوية على مدينة بنغازي ومدينة درنة، وأنها خارج شرعية المجلس الرئاسي. السيد المجبري ممثل لحفتر داخل المجلس الرئاسي، وكلامه يجب أن نأخذه بهذه المسطرة، وهو أنه كلام شخصية تمثل حفتر، وهو بذلك لا يريد لثوار بنغازي المنخرطين في سرايا الدفاع عن بنغازي الوصول إلى بنغازي، ولكن هناك أطراف أخرى داخل المجلس الرئاسي تريد لهذه القوات أن تصل إلى بنغازي وتعيد التوازن لها وتوقف حفتر عن تخريب الاتفاق السياسي. هذا مهم جدا. السيد المجبري موقفه منذ البداية، وألتقيته عند تشكيل المجلس الرئاسي، وحينها قال لي نحن غير مهتمين بالاتفاق السياسي، نحن مهتمين بإنقاذ ليبيا. وهناك قلت له أنت هنا لتطبيق الاتفاق السياسي وليس لإنقاذ ليبيا حسب مفهومك لها، واعتذر عن كلمته. ولكن يجب أن نعترف أيضا بأن
على الجميع، على جميع التشكيلات المسلحة أن تراجع نفسها وأن تحدد موقفها. الموقف واضح في ليبيا، هناك مشروع حفتر وهناك مشروع الاتفاق السياسي بجميع المآخذ عليه. لا يمكن القول أنا لست مع حفتر وأنا لست مع الاتفاق السياسي وأنت مع من؟ والله مع شرع الله، كلنا مع شرع الله. طيب. يجب أن تحدد موقفك ولا يمكن المواربة. طيب. هنا ومحاولة تغطية الأشياء. سيد فؤاد، يعني هل توحيد القوى العسكرية رهن الأطراف المجتمعة في تونس برأيك؟ لا لا أعتقد هذا، لكن أريد أن أحدد نقطة يعني على سؤالك السابق للسيد صلاح على ما قاله المجبري. المجبري المفروض أنه يطبق الاتفاق السياسي كما قال السيد صلاح تماما. الاتفاق السياسي يتحدث عن إحلال السلام في مدينة بنغازي. إذا كنت يا سيد مجبري لا تستطيع إحلال السلام في مدينة بنغازي ولا تتمكن من إيقاف الجرائم التي يقوم بها حفتر اللي هو خارج الشرعية، نعم. وقد أعلن هذا الكلام حفتر شخصيا أنه لا يعتد بالمجلس الرئاسي، فالأولى بك الصمت أما على الأقل. طيب. وسط الفكرة هنا سيد فؤاد، وبهذا نصل إلى ختام العاشرة. نشكر ضيوفنا الذين رافقونا في حلقة اليوم عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، وعبر الهاتف من تونس كان معنا رئيس حزب الجبهة الوطنية محمد عبد الله، عبر سكايب من روما الناشط السياسي محمد فؤاد، عبر الهاتف من تونس الخبير الجيوستراتيجي غازي معلة. شكرا لكم جميعا ولكم أيضا السادة المشاهدين في أمان الله.